السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هناخد بورت 1 من الانزيمز. الانزيمز اللي هندرسها النهارده هي 3 انزيمز: اميليزس، بكتينيزس، سيليوليزس. في كومن فاكتور ما بين ال 3 انزيمز دي ان السبستريت في الثلاثه كومبلكس بوليسكرايد. بكتينيزس او ما يعرف بالبكتيك او البكتينوليتيك انزيمز، الفانكشن بتاعتها انها بتعمل هيدروليسز للبكتيك سبستانسز ككل، مش مجرد البكتين فقط كسبستريت. الانزيمز دي كلاسيفايد انتو 3 تايبس بيزد اون المود اوف اكشن بتاع كل انزيم، او ممكن نقول البوينت اوف اتاك اون بكتيك سبستانسز. وال 3 انزيمز دي عباره عن البروتوبكتينيزس والاستريزس والديبوليميريزس. فالنكست سلايد هنستعرض فيه المود اوف اكشن شويه ان ديتيلز، لكن برضو محتاجين كده نلخص المود اوف اكشن بتاع كل واحد فيهم في ال 3 بوينتس الجايين. فالبروتوبكتينيزس بيعمل هيدروليسيس للانسوليبل بروتوبكتين ويحوله للسوليبل بكتين. بعد كده بيجي الاستريزس يشتغل على البكتين ويحوله لبوليج الكترونيك اسيد. طبعا انا عندي 2 انزيمز من الاستريزس، او ان جنرال يعني الاستريزس انزيمز بتعمل ريموفال او سيبريشن للميثوكسايل او الاسيتايل استرز من البكتين وتحوله للبوليج الكترونيك اسيد. بعد كده بيجي يشتغل بقى ديبوليميريزس، بيعمل بريك داون للبكتيك سبستانسز دي عن طريق بيعمل كليفج للبوند او الجليكوسيديك بوند اللي موجوده في الجلكترونيك اسيد عن طريق الهيدروليسيس او عن طريق ترانس اليمينيشن. هنا عندنا سكيمة للبكتيك انزيمز ممتازة جدا، اخدينها من بحث، انا حاطة اللينك بتاعه في الريفرنسز، بتوضح لي تقريبا كل حاجة انا محتاجة اعرفها عن كل تايب وسب تايب. احنا اتفقنا من السلايد اللي فات ان احنا عندنا 3 ميجور تايبس من البكتيك انزيمز، فكل تايب من الميجور تايبس ليها سب تايبس. فالبروتوبكتينيزس هو واحد فقط ملوش سب تايب، هو بيحول بيعمل هيدروليسيس بيحول لي الانسوليبل بروتوبكتين لبكتين، بينما الاستريزس لا ليه سب تايبس بناء عليه، بناء على التارجتنج فانكشنال جروب. فانا عندي 2 انزيمز، عندي البكتين ميثايل استريز وعندي البكتين اسيتايل استريز. البكتين ميثايل استريز بيعمل ريموفال للميثايل استر جروب اللي موجوده في البكتين ويديني ميثانول بلس بكتيك اسيد، بينما البكتين اسيتايل استريز بيعمل هيدروليسيس اسيتايل استر ريزيدوس اللي موجوده في البكتين ويديني بكتيك اسيد بلس اسيتات. كذلك برضو عندنا ديبوليميريز الانزيم الثالث، هو كمان لسب تايبس 2 اللايز والهيدروليز. في ابحاث ثانيه اقول لك الديبوليميريز عباره عن لايز وبوليج الكترونيز، مش فارقه كتير. في النهايه الديبوليميريز عباره عن اللايز والبوليج الكترونيز، والبوليج الكترونيز في اندو في اكسو. فكل سب تايب شغال على سبستريت معين، بيعمل اكشن معين هيدروليسيس او ترانس اليمينيشن، بيديني اند برودكت معين. فالسكيمه ممتازه جدا، انا اتمنى انك ترجع للبحث علشان تقرا ان ديتيلز في المود اوف اكشن بتاع كل تايب وسب تايب من البكتيك انزيمز. تمام، ده اكتيفيتي بسيط ممكن تختبر نفسك فيه وتشوف لو ذاكرت طبعا السكيمه بتاعت البكتيك انزيمز، ممكن تحل وتراجع الإجابات بتاعتك مع الإجابات اللي هنزلها في أول كومنت. محتاجين نتكلم عن السبستريت بتاع البكتينيزس انزيمز. فمن اسم الإنزيم بكتينيز يبقى أكيد السبستريت بتاعه البكتين. البكتين ده بقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماكرو بلوكيول موجود في أورجانيزمز زي البلانتس ومايكرو أورجانيزمز. نعم التارجت بتاعنا المايكرو اورجانيزمز، لكن لازم نتكلم برضو عن الكائنات التانية اللي موجود فيها الانزيم. زي ايه؟ زي الفروتس والفيجيتابلز والسيريالز جاست فور اكزامبل، قلنا بس ابل وسيترس وبيت، لكن في كائنات تانية كتير ونباتات تانية كتير موجود فيها البكتين، مش لازم نستعرضها بالتفصيل. بالنسبة للكيميكال استراكشر بتاع البكتين عبارة عن 17 different monosaccharides plus at least 7 different polysaccharides. يعني فعلا هو احد الموست كومبلكس ماكرومولكيول الموجودة في الطبيعه. كمان النيتشر بتاعته اسيدك، هيديله كمان بوليسكرايد وريتش ان جلكترونيك اسيد. محتاجين نتكلم عن السبستريت بتاع البكتينيزس انزيمز. فمن اسم الانزيم بكتينيز يبقى اكيد
زي ما ذكرنا قبل كده ان الجروب اوف بيكتيك انزيمز شغال على جروب من البيكتيك سبستانسز. في اكوردنج تو الامريكان كيميكال سوسايتي البيكتيك سبستانسز هي البيكتيك اسيد، بيكتينيك اسيد، بيكتين، بروتوبيكتين. ليه الكور بتاعنا اللي هو الاكسبيرمنت بعنوان سكرينينج اوف بيكتينيز بروديوسينج مايكرو اورجانيزمز، محتاجين نعرف اكتر من ايتم علشان ننفذ الاكسبيرمنت دي. اول حاجه الميديا الاستراكشر بتاعها ايه، التكنيك اللي هشتغل بيه ايه، الانكيوبيشن تايم بلس بيريود، كمان هاو ديتكت البوزيتيف ريزلتس. فالميديا الاكثر استخداما والاشهر في التست ده اسمها بيكتينيز سكرينينج اجار ميديا بي اس اي ان. مش معنى كده انها الميديا الوحيده، لا، في ميديات كتير ثانيه لكن دي اشهرهم واكثرهم استخداما. ممكن طبعا استخدم مينرال ميديا سبلمنتد ويز البيكتين، وكمان اغير في الكونسنتريشن بتاع البيكتين على حسب برضو ما انا احب. كمان ممكن اعمل موديفيكيشن او مانيبيوليشن في اي ميديا على حسب برضو الافيلابل بالنسبه لي. تمام كده. فكمان هنستعرض في النكست سلايدز اسماء ميديات اخرى للتست ده. الاستراكشر بتاع البي اس اي ام ميديا قدامنا، واللينك بتاع البيبر اللي انا اخده منه الكومبوزيشن موجود في الريفرنسز. التكنيك اللي هشتغل بيه كلنا عارفين لما بنيجي تست اي انزيم بشتغل بالستريك ميثود، لكن ممكن اشتغل بالسبوت انكيوبيشن ميثود. الانكيوبيشن تايم بلس بيريود ده اكوردنج تو التستد مايكرو اورجانيزم. فلو انا شغال ببكتيريا فاكيد هحضن لمده تتراوح من 24 ساعه ل 48 ساعه عند 37 درجه مئويه. احيانا ممكن احضن لمده 3 ايام يعني لمده 72 ساعه، لكن ده نادرا شويه. بالنسبة لليست والفنجي نفس درجة الحرارة، يعني تتراوح درجة الحرارة من 25 ل 28، لكن طبعا في الليست مدة التحضين من 24 ساعة ل 48 ساعة، لكن بالنسبة للفنجي لمدة تتراوح من 3 ل 5 أيام. لما اجي اعمل ديتكشن للريزلت بقى بعد الانكيوبيشن، لما الاقي الجروث خلاص ظهر من عندي على الاطباق، فبعمل فلودنج الكالتشر بليتس بالايودين سوليوشن لمدة يعني 15 دقيقة كده. بعدها بقى بشوف الريزلت. ممكن أحيانا أضطر إن أدخل الأطباق بتاعتي الحضان وأطلعها بعد ربع ساعة علشان أديتكت الريزلت. طبعا لو حصل وإن البكتينيز إنزيمز موجودة عندي فأكيد هتعمل ديجراديشن أو ديبوليمرايزيشن للبكتين، فهينتج عنه formation of clear أو هالو زون around البكتيريال أو أيا كان الميكروأورجانيزم growth. لكن طبعا لو البكتين موجود في الميديا فهيرياكت مع الايودين وهيديني لون براون او يلوش براون كولر. تمام. محتاجين بقى دلوقتي نشوف البوست ريزلتس اوف بكتينوليتيك اكتيفيتي اوف مايكرو اورجانيزمز. فعملنا سيتيشن لبعض البوزيتيف ريزلتس من بعض الببلش بيبر، واللينك بتاع البيبر ستيم موجود في الريفرنسز. فأول تجربة معانا هنا سكرين فور بكتينيز بروديوسينج بكتيريا. هنا بقى حددنا بكتيريا طبعا زي ما انت شايف في الميديا بي اس اي ام، والباحث هنا مكود العزلات اللي ما عندهاش القدرة على افراز الانزيم بكود اي اللي هي اخد اللون البراون، واللي عندها القدرة على افراز الانزيم طبعا زي ما انت شايف في يعني عندي هنا ترانسلوسنت او كير زون اراوند البكتيريا. فدي كده ويز بكتينوليتيك اكتيفيتي. ده بحث آخر يا شباب، هنا برضو عمل تيستينج لبعض العزلات البكتيرية زي ما انتم شايفين على مادة البي اس اي ام، وحضن لمدة 48 ساعة عند 37 بالستريك طبعا تكنيك زي ما احنا شايفين في كلير زون اراوند البكتيريال جروث. فده انديكيشن لبوزيتيف ريزلتس يعني وجود انزيمات البكتينيزيس. بحث آخر بعزلات مختلفة بميديا مختلفة زي ما احنا شايفين طبعا الميديا بيكتين اجار ميديا، وطبعا نفس البوزيتيف ريزلتس في كلير زون او في هالو زون او يلو زون اراوند البكتيريال جروث. ده انديكيشن للبكتينوليتيك اكشن باي بكتيريا. كمان نتيجه تانية على نفس الميديا بيكتين اجار ميديا، الكومبوزيشن بتاع الميديا موجود قدامنا، وده طبعا هنا التكنيك سبوت انيكيوليشن تكنيك. فاحنا شايفين الكليرنس اللي حصل اراوند البكتيريال جروث. نزلنا على نفس الميديا لكن من بحث اخر، فعندنا هنا 3 بكتيريال ايزوليتس معمول لهم سبوت انيكيوليشن على الطبق اي بي سي، وطبعا الثلاثه ادوا بوزيتيف ريزلتس زي ما احنا شايفين. لكن طبعا لو هنختار عزله نكمل بيها الشغل فاكيد هنختار العزل ايه. ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان الدايمتر بتاع الكلير زون اكبر من الدايمتر في كل من العزله بي وسي. طب ده نتيجه ايه بقى؟ او ده انديكيشن ايه؟ ده انديكيشن ان كميه الانزيم اكبر،
كمية الإنزيم اللي أفرزت العزل A أكبر من كمية الإنزيم اللي أفرزت من قبل العزلة B أو C، وده طبعا يديني هنت إن أنا هكمل بالعزلة دي الشغل. تاني يا شباب، من بحث آخر أدى بوست ريزلتس على نفس نوع الميديا بالسبوت انيكيليشن تكنيك زي السلايد اللي قبله، وأظن الكلير زون أراوند البكتيريال كلونز واضحة جدا. بحث آخر يا شباب، نفس نوع الميديا لكن الكونسنتريشن بتاع الكومبوننتس مختلف. احنا مدركين ان احنا ممكن نغير في الكونسنتريشن بتاع البكتيريا، نقعد نزود زي ما احنا حابين في البحث بتاعنا او في الشغل بتاعنا، لكن الكومبوننت الاخرى كمان التركيزات بتاعتها مختلفه. فانا حطيت هنا تركيبه الميديا اللي استخدمها البحث اللي انا جايبه منه الصوره دي. فهنا التكنيك ستريك عمل ستريك للساتلس زي ما احنا شايفين في يلو زون اراوند البكتيريال جروس، لونها فاتح طبعا عن بقيه المناطق اللي هي فلودد بالايودين، فده انديكيشن ان المنطقه دي حصل هنا دي بوليمرايزيشن او ديجراديشن للبكتين، يعني مش موجود البكتين، فبالتالي بقت ترانزلوسنت او يلو او زي ما احنا شايفين شويه لونها اخف عن المناطق التانية. بحث اخر على البي اس اي ام ميديا بالستري تكنيك بعزلات مختلفه. طبعا هنا انا عندي عزله واحده نيجاتيف في الطبق اللي على الشمال في الربع اللي هو على الشمال، وبقيه العزلات كلها شوت بوزيتيف ريزلتس. عندنا هنا الصورة شوية مزدحمة بالأضواء، لكن هنقسم الصورة زي ما هي مقسمة قدامنا إلى شقين، الشق اللي على اليمين اللي هي الصور أبيض وأسود، والشق اللي على الشمال الصور الألوان. الشق اليمين عندنا هنا 3 بليتس A B C، أول طبقين A و B دي عزلات من الخميرة، آخر طبق اللي هو C عزلة بكتيريا. الـ 3 isolates شوت بكتينوليتيك activity، يعني التلاتة positive للبكتينيز enzymes. فأول عزلة الساكاروميسيس الرايسي، تاني عزلة بي الكريبتوكوكس سبيشيز، آخر عزلة بكتيريا الزانسومونس. نيجي للشق أو النصف الشمال، عندنا هنا بحثين، أول بحث فوق الباحث هنا كان بيقارن بالكنترول اللي هو سي، عندنا A و B نفس عزلات A هي في الطبق B، لكن الباحث جه أعاد تاني زرع العزلات اللي هي الهايبر بروديوسر، هو سماها هايبر بروديوسر لان الدايمتر بتاع الكلير زون كان واضح انه كبير جدا، وده طبعا انديكيشن ان العزله دي ممتاز جدا لو استخدمناها في الابلايد اندستري. طبعا الكنترول زي ما احنا شايفين الميديا بلس الريجنت اللي انا بضيفه، فما فيش اي كليرانس حصل في الميديا. نيجي بقى لاخر صورتين تحت، عندنا هنا صورتين، ففي التكنيك اللي في الشق اللي على اليمين اللي هو السبوت انيكيوليشن تكنيك، وواضح جدا الكليرنس اللي حصل في الميديا اراوند البكتيريال جروث. وطبعا الطبق اللي في الاخر خالص ده فيه عزلات كتير، ده نتيجه اظن ان الباحث كان هنا استخدم تكنيك السيريال ديليوشن، لكن طبعا واضح اراوند ايتش كولوني الكلير زون او الهالو زون اللي نتيجه البكتينوليتيك اكتيفيتي. لو انتوا فاكرين في السلايد بتاع التجربة لسكرينينج اوف بكتينيز بروديوسينج مايكرو اورجانيزمز، قلنا ان في الميديا مش شرط استخدم البي اس اي ام ميديا او البكتينيز سكرينينج اجار ميديا، ممكن استخدم اي ميديا تانية او اعمل مانيبيوليشن للميديا بتاعتي على حسب الافيلابل عندي في المعمل. فادى مثال اخر على ميديا بنستخدمها في التست ده اللي هي يست اكستراكت بكتين اجار واي اي بي الاختصار بتاعها. يبقى انت كده عرفت حتى الان ثلاثة ميديا، اول حاجه البي اس اي ام، تاني ميديا البكتين اجار ميديا او البي اي ام، وكمان عندك الواي اي بي او الليست اكستراكت بكتين اجار ميديا. التركيب بتاعها موجود قدامنا، لكن نفس الفكره في الريزلتس، انا عندي كليرنس حصل في الميديا كلير او هالو او ترانسلوسنت زون اراوند الكولوني او الجروث. ميديا رابعة لإجراء التست ده اسمها الفينسنت أجار ميديا، والميديا دي سيلكتيف ميديا. لو أنت فاكر من تعريف السيلكتيف ميديا إنها ميديا بتسمح فقط بنمو بعض الكائنات اللي أنت محتاج تنميها على حسب طبعا غرض كل تجربة أنت بتشتغلها، دي بتعمل انهيبيشن في نفس الوقت لبقية الكائنات الأنديزاير. فهنا في الإكسبيرمنت بتاعتنا إحنا محتاجين ننمي، البكتيريوليتيك مايكرو أورجانيزمز، ومش محتاجين ننمي البكتيريا اللي ما عندهاش القدرة على إنتاج إنزيمات البكتينيزس. ففعلا بتعمل كده الميديا بتاعتنا اللي هي الفينسنس اجار ميديا، بتسمح بنمو البكتيريا اللي هي قادره تستخدم البكتين كاد سول كربون سورس كمصدر وحيد للكربون، يعني انا بتعمل انهيبيشن للبكتين
بقية أنواع البكتيريا اللي مش قادرة تستخدم البكتين كمصدر وحيد للكربون. التكنيك عادي زي ما احنا اتعودنا، ده اسكوت انكيبيشن تكنيك شفنا قبل كده، والكليرانس واضح جدا والدايمتر مختلف. وطبعا ممكن في الامتحان لو جالك حاجة زي كده تقيس الدايمتر وتقول ان العزلة دي more potent من العزلة التانية علشان الدايمتر اكبر، فمعنى كده ده indication لكمية الانزيم اعلى، فمعنى كده ان العزلة دي افضل، فممكن اوصي انها تستخدم في الاندستري. بحث اخر عن الفانجاي، هنا الميديا بتاعتنا شابكس توكس اجار ميديا، الباحث عمل لها بعض الموديفيكيشن وده طبعا مسموح واللاود. التركيب بتاعها موجود قدامنا عشان لو حد حابب يستخدم الميديا دي، والكليرنس واضح جدا اراوند الفانجر كولونيز، وده انديكيشن للبكتيريوليتيك اكتيفيتي باي سواء الاسبرجيلوس او البنسلين. بحث اخر بفكره جديده، كل اللي احنا شرحناه يا شباب اللي فات ده، كل التست دي على سوليد ميديا وعلى برايمري سكريننج اوف بكتيريوليتيك مايكرو اورجانيزمز. مجرد انا معايا عزلات بكتيريه او عزلات فطريات او بيست، فعايز اعرف بتست العزلات دي على سوليد ميديا، وعرفنا انواع كتير قوي من الميديات للتست ده، فعرفت خلاص ان العزله دي بوزيتيف او نيجاتيف للانزيم ده. بعد كده بكمل شغل بعمل سكندري سكريننج، يعني كل اللي فات ده كان اسمه برايمري سكريننج لسه في البدايه. بعد كده بقى بنمي العزله دي في بروث ميديا، طبعا عايز احصل على الانزيم اعمل اكستراكشن، فبدل انا عايز احصل على الميتابلايتس بتاعت الكائن، فاكيد هنمي الكائن في بروث ميديا، ممكن كمان على مستوى اكبر اعمل سكيلينج اب يبقى فيرمنتو يعني. فده كده السكندري سكريننج. هنا بقى البحث ده عمل سكندري سكريننج تاني على ميديا تانية من نوع اخر، هو اشتغل برايمري سكريننج عادي جدا على بي اس اي ام ميديا وطلع معاه بوزيتيف ايزوليتس، بعد كده اشتغل بنفس التكنيك لكن على ميديا اخرى اللي هي اسمها الام سي بيسز ميديا. فده كده كان السكندري سكريننج بتاع الباحث، لكن هنا كمان اختلاف في الريجنت اللي استخدمه علشان ديتكت الريزلت. استخدم ستيب سوليوشن اختصار سيتايل تريميثايل امونيوم بروميد سوليوشن، نفس المده اللي بنسيبها لما بنستخدم الايودين ربع ساعه، ولكن نفس النتيجه النهائيه في كليرنس حصل في الميديا، فده انديكيشن للبكتينيزيس انزيمز. تمام كده. نسيت اقول لكم على حاجه في الايودين، لو انا ضفت ايودين ممكن ادخل تاني الاطباق الحضانه لمده ربع ساعه علشان الكليرنس يحصل، او ممكن استغنى عن الحضانه يعني مش محتاج درجه حراره علشان خاطر الكليرنس يحصل. تمام كده، بس دي قراتها في بعض الابحاث. ده اوفر فيو يا شباب او زي جرافيكال ابستراكت كده لبحث بعنوان بكتيريوليتيك انزيم برودكشن اند ذير ابلكيشن for fruit juice clarification. طبعا انت فهمت من التايتل بتاع البحث انه من ضمن احد اهم الابليكيشنز بتاعه البكتينيز انزيمز fruit juice clarification، او ممكن نوسع شويه الايتم ده نخليه fruit and vegetables processing. لو جينا بصينا كده على الجرافيكال ابستراكت هنلاقي انه بدا بان هو نمى الكائن على بيو ويست، ممكن ينمى الكائن على اجرو اندستريال ويست زي الشوجر كان او الويت برين رايس برين ويت سترو رايس سترو، ممكن بقى ننميه كمان على حاجات من الفروتس البانانا ويستس اورنج بيل ليمون بيل ايا كان، ننمي الكائن على الويستس دي يبقى منها حاجه ايكونوميك حاجه اقتصاديه، واقدر طبعا اعمل سكيلينج اب اوسع الفرمنتيشن بروسيس بتاعتي بحيث اطلع كميات كبيره جدا من الانزيم وما استهلكتش حاجه في المقابل. طبعا في النهايه خالص وصل بينا الحال ان احنا العصير بتاعنا الطبيعي اللي بنعمله في البيت بيبقى بالمنظر ده، تربد مليان فايبرز، لكن العصير المصنع بيبقى رايق كلير، وده اللي احنا محتاجين نوصل، ودي النتيجة اللي وصلها البحث في النهاية. فطبعا ده بيشير إلى أهمية إنزيم البكتينيزس في الصناعة. تمام كده. نفس الفكره لكن بحث اخر بعنوان بوليك الكترونيز فروم اسبرجيلوس جابونيكس انزيم برودكشن يوزنج لو كوست كربون سورس بايو كيميكال بروبرتيز اند ابلكيشن ان كلاريفيكيشن اوف فروت جوسز.
طبعا اللينك بتاع البيبر موجود في الريفرنسز عشان لو حد حابب يطلع على البيبر كاملة. كمان في ستيب مهمة جدا، لو انت شغال في بروث ميديا وعايز تعمل اكستراكشن للانزيم، فبتعرض الايزوليت بتاعتك لديفرنت كلتشر كونديشن علشان توصل لايه، توصل لاوبتمايزيشن جروث كونديشنز اوف بيكتينيز برودكشن. فدي ممتازة جدا انك تعرف ايه هي الظروف المثالية لانتاج اكبر قدر ممكن من الانزيم بواسطة ايا كان العزل اللي انت شغال بيها. بيكتينيز بروديوسر مايكرو اورجانيزمز بقسم لهم بكتيريا فانجاي ييست. فلو جينا للبكتيريا هنلاقي ان اشهرهم جينس البسيلس، فجست فور اكزامبل وليس على سبيل الحصر الامثله اللي احنا حاطينها في السلايد، فعندنا مثلا بسيلس لايكينفورمس، بسيلس سيريوس، بسيلس ستافيلوكوكس اوريوس، ويسيدوموناس فلوريسنس، والاريومينيا سبيشيز. بينما الفانجاي هنلاقي طبعا اشهرهم اسبراجيلس، اسبراجيلس نايجر، فيومجيتس، فلافوس، وكمان الفيوزيريوم اوكسسبورم والفيتوثرم. بينما اليست ساكرومايسيس سيرفايسي، ساكرومايسيس ثيمانتيتونم، وكانديدا سودو تروبيكاليس، اند سو اون. With the various industrial applications of pectinases enzymes، طبعا أشهرها الفروتس والفيجيتابل بروسيسنج، بالتحديد الفروت جوس كلاريفيكيشن، البلب اند بيبر اند تكستايل اندستري، oil extraction, wine processing, coffee fermentation, wastewater treatment, and so on.